وللحديث عن بيان وفتوى علماء الأمة الإسلامية بشأن الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة ضده، معنا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الأمانة العامة لرابطة علماء الشام الشيخ محمد أبو الخير شكري. حياكم الله شيخ محمد. حياكم الله إخواننا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية شيخ محمد، ما الأهمية لهذه الفتوى اليوم، وما هي الرسالة التي وجهتموها في ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يعني في ظل الهجمة الكبيرة على المسجد الأقصى المبارك لتغيير هويته وبناء الهيكل المزعوم، والأقصى كما نعلم جميعا أن الأقصى هو قلب الأمة النابض وهو بوصلة توحيدها، والأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ولذلك هذا أمر يهم علماء المسلمين ويهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فالأقصى ليس قضية فلسطينية ولا عربية، إنما هي قضية إسلامية لا تهم كل مسلم على وجه هذه البسيطة، بل هي قضية تهم الإنسانية جميعا، لأن الاعتداء على المسجد الأقصى اعتداء على الإنسانية واعتداء على حرمات المسلمين. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأي شيء أعظم شعيرة من أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. والمسلمون تهفو أرواحهم وقلوبهم إلى المسجد الأقصى الذي يعيش فيه الصهاينة يعني فسادا منذ أكثر من 60 عاما، يعيش الصهاينة في هذا المسجد، ولكن المرابطين فيه والقائمين عليه جزاهم الله خيرا يرفعون عبئا عن هذه الأمة. الأقصى، أقول إن الأقصى في خطر شديد لتغيير هويته، لتهويد الأقصى المبارك وتهويد مدينة القدس الشريفة. ولذلك جاءت هذه الفتوى من قبل علماء المسلمين جميعا على مناصرة الأقصى المبارك، وعلى موضوع تحريم التطبيع، وعلى أن هذا التطبيع لا يمكن أن ينجح، لا بد إلا أن يفشل، وقد فشل بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه. ونرى أن الصهاينة المجرمين في كل يوم يعتدون على المسجد الأقصى، والمسلمون عليهم واجب هام جدا في الدفاع عن هذا المسجد الأقصى بكل ما يمتلكون، ولكل واحد منهم حسب قدرته وحسب إمكانياته في دعم المرابطين في المسجد الأقصى. شيخ محمد، هناك يعني اليوم هناك من يقول يعني علي من نفسي، لا علي ولا لي. هل بات اليوم يقبل أن يتخذ موقف الحياد، لا سيما من الحكومات العربية والإسلامية، في ظل ما يجري ضد المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس؟ لا شك أن المسجد الأقصى يهم يعني يهم كل مسلم على وجه هذه الأرض، يهم الأفراد والجماعات والعلماء والحكام والمحكومين والدول، يعني كل مسلم على وجه هذه الأرض هو مطالب في أن يعني أن يكون له موقف تجاه المسجد الأقصى. فإن تنكب ولا سمح الله كان الأمر يعني في صحيفته يوم القيامة. الإنسان مطالب أن يقدم كل ما يستطيع لنصرة دينه ولنصرة شريعته ولنصرة مقدساته. ولننظر ماذا يدفع اليهود في العالم، وماذا يعني يفعلون في تخريب المسجد الأقصى، بنية تحتية وبنية فوقية من أجل يعني إعادة بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. فلا يمكن أن يبقى المسلم محايدا في مثل هذه الأمور، لا بد إلا أن يكون له موقف، ولكل إنسان موقفه حسب الحالة التي هو فيها. فإن كان عالما فعليه أن يسعى وأن يحرض الناس على الإنفاق والبذل والدعاء للمسجد الأقصى ودعم المرابطين فيه، وإن كان مسلما عاديا يمكن أن يقدم ما يستطيع، ولو أن يوقد يعني شمعة في المسجد الأقصى أو أن يسري سراجا في المسجد الأقصى
فهذا من واجبات المسلم في مثل هذه الأيام. كيف تتوقعون أن تتلقف الأمة الإسلامية وشبابها دعوتكم شيخ محمد؟ حقيقة نحن زرنا في أكثر من موطن، زرنا البلاد الإسلامية في شرقها وغربها، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما تزال يعني ما يزال المسجد الأقصى حاضرا في كل ندوة وفي كل اجتماع وفي كل مكان يمكن أن يعني يجتمع فيه المسلمون، سواء في المساجد أو في يعني في الأماكن العامة. نجد أن المسجد الأقصى حاضرا، أن يكون المسجد الأقصى حاضرا في قلوبهم، حاضرا في كلماتهم، حاضرا في إمكانياتهم. ونحن عندما زرنا ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من البلاد الإسلامية وباكستان وغيرها، نجد أن بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى مدى يعني أكثر من 60 أو 70 عاما من يوم احتلال المسجد الأقصى، نرى أن المسلمين لم ينسوا ولن ينسوا المسجد الأقصى، لا صغارا ولا كبارا، لا رجالا ولا نساء، لا علماء ولا عوام، الكل بفضل الله سبحانه وتعالى متحفز لنصرة المسجد الأقصى، فهو في قلوبنا وأفئدتنا إن شاء الله تعالى. نعم شيخ محمد، يعني مع ما يجري في جنين وتركيز الاحتلال عليها كما تعلم، إلى أي مدى تجد أهمية المقاومة في الدفاع عن قضايا الأمة وضرورة دعم العلماء فيها؟ الحقيقة مسؤولية العلماء الآن، نحن يعني كعلماء واجب علينا كبير، وأنا أقول إن يعني كثير من العلماء مقصرون في هذا الأمر. واجب علينا دعم قضيتنا يعني الفلسطينية، دعم المسجد الأقصى، دعم المرابطين فيه، ويعني ما يجري الحقيقة في جنين وفي غيرها من يعني البلدات الفلسطينية التي الحقيقة يعني تسطر أروع أنواع الصمود بفضل الله سبحانه وتعالى في وجه الصهاينة المجرمين الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لكن الله عز وجل وعدنا بقوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وهذا يعني يدفعنا إلى بذل الجهد المادي والمعنوي والدعاء والمرابطة في المسجد الأقصى، وهذه كلها الحقيقة مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الأمة الإسلامية. ونحن نرى كعلماء أن الأمة الإسلامية مقصرة نوعا ما فيما يجب عليها تجاه المسجد الأقصى، فإن حرمة الأقصى كحرمة بيت الله الحرام في مكة المكرمة وكحرمة المسجد النبوي الشريف، هذه كلها شعائر الله سبحانه وتعالى، على المسلمين جميعا أن يحترموا هذه الشعائر وأن يكونوا إن شاء الله تعالى يعني كما يريد الله ورسوله وكما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. ونشد على أيدي إخواننا في يعني في القدس وفي الأقصى وفي جنين وفي غيرها أن اثبتوا فإن الأمة الإسلامية معكم في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن شاء الله تعالى. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، عضو الأمانة العامة لرابطة علماء الشام الشيخ محمد أبو الخير شكري، شكرا جزيلا لك.